الرئيس السيسي يستقبل زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط. الرئيس السيسي يوافق على اتفاق لتمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد. ضبط 8 عناصر خطرة بتهمة زراعة 5 أفدنة بانجو في أسيوط. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط. وخلال اللقاء أكد الرئيس على عمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان. وشدد الرئيس السيسي أن مصر تثمن دور جنبلاط العروبية للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان. وبدوره أكد جنبلاط حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط لبنان ومصر، كما عبر عن تقديره للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسية لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بشأن الموافقة على اتفاق تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ونشر القراران في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم. نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط وبالتعاون مع قطاع الأمن الوطني في ضبط 8 عناصر خطرة والقضاء على مساحة 5 أفدنة مزروعة بنبات البانجو المخدر. توجه أجهزة وزارة الداخلية ضربات متواصلة ضد تجار وحائز المواد المخدرة، وتعمل وبحسم على تجفيف منابع المخدرات بما يحافظ على الشباب من الوقوع فريسة للإدمان. من هنا انطلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بحملة أمنية مكبرة أتت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط، حملة استهدفت إحدى المناطق بأسيوط لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المتخصصة في زراعة نبات القنب المخدر، أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية من خلال ضبطها 8 من العناصر الإجرامية المستهدفة وضبط نحو 6 أفدنة منزرعة بنبات القنب المخدر ومخزن به نصف طن من البانجو، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع مواصلة العمل لاستهداف هذه الزراعات وإبادتها وضبط القائمين عليها. شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف. المزيد في سياق التقرير التالي. تتصدى أجهزة وزارة الداخلية بحسم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. من هذا المنطلق شنت أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، نجحت خلالها في تأمين تنفيذ المئات من القرارات الصادرة بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية، وتم استرداد الأراضي المستولى عليها وإعادتها للجهات صاحبة الولاية عليها. وسوف تتواصل هذه الحملات إعلاء لمبدأ سيادة القانون. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.